على الاقل يعني. كابتن وليد برضو اكيد يعني مع كلامنا ان الزمالك الافضل فنيا ومع سهوله وصعوبه المباراه، بس اكيد بالنسبه لميتشو عقبه شالت مهمه، لان كان ممكن يحصل في الامور امور ومباراه وتمثل بطوله مهمه لنادي الزمالك. مليون في الميه كلام مظبوط، هو مغلوب 2-1 هناك، ما تضمنش سيناريو المباريات عامل ازاي، الكوره خداعه، وشفنا سيناريوهات مختلفه تماما. برشلونه كسب الليفر 3 راحت غلب 4، باريس سان جيرمان كسب برشلونه 4 راحت غلب 6-1. المساله الكوره فيها كل حاجه، ممكن تنزل المباراه تبص تلاقي مثلا طرد، تلاقي في حد اتصاب، تلاقيك بتلعب في ظروف سيئه، الفرقه دي ما تضمنش تنزل تجيب جون. هو كمدرب يقول لك لا الحمد لله انا اهم حاجه وصلت، وخد بالك دور المجموعات مختلف، اقدر ما يبقاش يومي، اقدر اتعادل مره، لو اتغلبت مره اقدر اعوض، صح. لكن اللوك اوت مشكله كبيره جدا. الزمالك مثبت السته اللي ورا خلاص، استقر عليهم بشكل كبير جدا، عبد الله جمعه او عبد الشافي مفيش مشكله، محمود علاء وعبد الغني والنقاز ووراهم عواد وطارق حامد وفرجاني ساسي، ست لعيبه ضامنين التشكيل الاساسي. المشكله عند مستر ميتشو في الاربعه اللي قدام، الاربعه اللي قدام اغلب فرق. مين لعيب الحريف في الزمالك في التشكيل ده؟ حريف كل الفرقه حريف، شيكابالا حريف، فرجاني ساسي حريف، عبد الله جمعه حريف، حريف بمعنى كلمه حريف. وفي لعيبه هارد وركر بقى زي زيزو، زي مصطفى محمد، زي خالد بوطيب، لكن حريف حريف حرفانه كوره. شيكا طبعا نمره واحد، وبعدين فرجاني ساسي طبعا حاجه عاليه جدا.